فيلمنا النهاردة هيكون الجزء الثالث من سلسلة أفلام هاري بوتر، وصدقوني أنا بتأخر عليكم عشان في طلبات أفلام كتير بتطلب مني، فاعذروني على تأخيري في رفع الأجزاء ورا بعض، وده زي ما قلتلكوا لأني بحاول أرضي كل المتابعين. وتعالوا نكمل فيلمنا الجميل جدا، وبيبدأ بهاري بوتر وهو بيحاول يتعلم تعويذة قوية جدا لأنها بتعمل ضوء قوي يقدر يصد أي شر أو أي ظلام بيقرب منه، لكن كالعادة يعني هو عايش في بيت خالته اللي بيعاملوه شبه سندريلا لأنه في أجازة نهاية السنة وكان حرفيا شغال عندهم خدامة. لحد ما اخت جوز خالة هاري، ودي طبعا اللي انا قلتها تعويذة، وطبعا مش مطلوب منكم تعرفوا سيرة القرابة عشان دماغكم ما تلفش مني لاني محتاجكم تركزوا معايا في باقي الفيلم. المهم البتاع اللي انا قلت عليها ديت يعني بدأت تغلط في ابو وام هاري وبتقول على ابوه كان راجل عاطل وبتاع كاس، وهاري اتضايق منها فكسر الكاس اللي في ايدها بالسحر بتاعه، والخنزيرة دي ما اكتفتش من الغلط بتاعها وبدأت تغلط في امه فاتضايق منها فبدأت تتنفخ زي ما حضراتكم شايفين كده وبقت شبه البالونة، وكمان مش قادرة تسيطر على نفسها واضطرت من الشباك واخوها حاول يمسكها لكن معرفش، وهي كده بقى الطريق السلامه خلاص يعني ما عادلهاش رجعه. وفيرنون رجع بسرعه يطلب من هاري يرجعها تاني، لكن هاري هدده بالعصا السحريه وقال له بعد من طريقي، وخد شنطه هدومه ومشي، والبتاع البالونه دي كانت لسه بتطير قدامه، وفجاه هاري بقى في مكان ضلمه وظهر قدامه كائن اسود ومرعب شبه الذئب، وهاري خاف منه لكن فجاه برضه في بص سحري ظهر قدامه، وده بقى بص للحالات الطارئه للصحراء اللي ما بقوش عارفين يروحوا فين. وهاري قرر انه يركب الباص افضل من انه يقعد هنا مع الذئب، والباص ده كان مجنون والسواق بتاعه كان مختل، وفي واحد من اللي راكبين الباص شاف صورة سيريوس بلاك في الجرايد، لان الشخص ده كان محبوس في سجن ازجبان لانه قتل وكمان من اكبر مؤيدين الساحر الظلام فولدمورت، وسجن ازجبان ده يعتبر اقوى سجن مشدد الحراسه بطريقه بشعه ومخصص للصحراء، وسيريوس بلاك هو اول واحد يعرف يهرب منه، وما لحقوش يخلصوا كلامهم لان هاري وصل للمحطه اللي هو محتاجها ونزل وراح لبيت امن للصحراء، والوزير استقبل هاري وهاري استغرب وقال له انتوا مش هتعاقبوني عشان استخدمت السحر بره المدرسه، والوزير ضحك وقال له يا جدع ما تخافش انت، انا مجرد نفخت عمتك بس مش اكتر، وبعدها اداله الكتب الدراسيه بتاعت السنه الجديده وقال له بكره هنبعتك للمدرسه، ولما خرج من مكتب الوزير سمع صوت اصحابه رون ويزلي وهرموني ففرح بيهم وراح لهم، لكن ابو رون طلب من هاري يكلمه على انفراد وقال له الوزاره كلها حاولت تمنعني اقول لك اللي هقوله دلوقتي، لكن انت لازم تعرف الحقيقه وهي ان انت في خطر شديد جدا لانك لما وقفت قدام فولدمورت وهزمته مرتين سيريوس بلاك اتضايق لانه خادم مخلص لفولدمورت وحس ان انت اللي واقف في طريقه عشان يقدر يرجع لكامل قوته، وعشان كده يهرب من ازكابان لانه عاوز يوصل لك، وطبعا لما يوصل لك هيقتلك. وتاني يوم كل الطلاب ركبوا قطر السحر عشان يوصلهم لمدرسه هوجرتس الثانويه المشتركه بنين وبنات عشان يتعلموا السحر ويقدروا ازاي يحولوا البشر لبالونات، لكن قبل ما القطر يوصل المدرسه فجاه حصل فيه عطل وقف والمكان بقى بارد جدا وتحول لتلج، وفي شبح شكله كان مرعب جدا فتح كابينه هاري واصحابه لانه كان عاوز يوصل لهاري بوتر وبدا يمتص في روحه، وهاري ما كانش قادر يتحرك، لكن من حسن حظه انه كان معاه في نفس الكابينه مدرس الدفاع ضد فنون السحر الاسود واسمه ارجي، وعمل التعويذه القويه اللي بتعمل ضوء، وهاري كان بيحاول يتعلمها في اول الفيلم، والشبح لما شاف الضوء خاف وساب هاري وهرب، والمدرس ده قال لهاري ان الشبح ده اسمه ديمنتور وده يبقى واحد من حراس سجن ازكابان وكان بيبحث عن سيريوس بلاك على القطر، وخلاص ما تخافوش لانه مش هيجي تاني، وسابهم ومشي. ودي المدرسه بعد ما وصلوا لها وكان في احتفال وطلاب بتغني، والمدرسه دي من بره منظرها مرعب ومن جوه منظرها يخطف القلب مع كوكتيل يعني ايه المطر والرعد والبرق وحاجه كده عنب، اللي يحب يعيش جو الفيلم ده هيعرف انا بتكلم في ايه بالظبط. وبعد ما الاحتفال خلص بروفيسور دامبلدور طلع وقال كلمته للطلاب وقال لهم ان المدرسه هتضطر تلجا لكائنات الديمنتور وده نفس اللي كان بيسحب روح هاري، المهم انه قال لهم هيلجأوا للاشباح دول عشان يحرسوا المدرسه لحد ما يتم القبض على سيريوس بلاك تاني، وحذر الطلاب من الكائنات دي وقال لهم انها مخلوقات شريره وما بيميزوش بين حد، وعشان كده حاولوا انكم ما تظهروش قدامهم عشان ما يأذوش اي طالب، والكائنات دي كانت فعلا مرعبه وهي محاوطه المدرسه. تاني يوم بقى الطلاب دخلوا ياخدوا درس قراءه الفنجان، عرفتوا بقى ساده الناس اللي بتقرا الفنجان اتعلمته فين؟ ده اكبر دليل ان مدرسه هوجرتس لتعليم فنون السحر الابيض منه او الاسود وكمان الشعوذه موجود وحقيقيه، والمدرسه دي لما حبت تقرا فنجان هاري بوتر خافت اول ما مسكته وبصت له بكل شفقه وقالت له الله يعينك انت عندك الجريم وده حيوان على شكل كلب وبيكون لونه اسود وضخم وكمان يعتبر من اسوأ النبوءات في عالم الصحراء لانها نبوءة بالموت. وبعد ما الحصة خلصت الطلاب راحوا لهاجريد عشان ياخد بيهم لفة في الغابة، وهناك عرفهم على الطائر الجميل ده واسمه هيبو جريف، وقال لهم الطائر ده بيحس بالإهانة بكل بساطة، ولو حس بالإهانة من شخص صدقوني الشخص ده هيزعل ويجيب ناس تزعل، ها مين يحب يبدأ ويرحب بيه؟
وكل الطلاب خافوا، وهاري هو اللي طلع وانحنى للطائر، والطائر انحنى قدامه، وده معناه انه كده تقبله خلاص وبقوا اصحاب وقربوا من بعض. وكمان هاجريد ركب هاري عليه عشان ياخد بيه جوله، وكانت جوله ممتعه، وما اظنش ان هاري حس بمتعه زي دي قبل كده، لان الطائر ده جامد بصراحه يعني يا جدعان. وبعد ما خدوا اللفه الطويله الممتعه دي رجعوا تاني لمكان الطلاب، ودراكو مالفوي الغيره قتلته، فدخل على الطائر بكل وقاحه وقال له انت مش خطير قوي زي ما بيقولوا كده، لكن الطائر اتضايق منه وضربه فكسر له ايده، وهاجريد خده للمستشفى بسرعه، والطائر خلاص بقى هو وهاري اصحاب. وفي الدرس التاني ليهم كان مع البروفيسور ارجي، مدرس فنون الدفاع ضد السحر الاسود، وكان بيعلمهم على كائن اسمه البوجارد، والكائن ده ملوش شكل محدد لانه بيغير شكله على حسب اللي شايفه بيخاف من ايه بالظبط. يعني مثلا انت لو بتخاف من العفاريت، وطبعا يعني محدش بيخاف منها دي، انما لو انت جبان بقى وبتخاف منهم هيظهر لك على هيئه عفريت. ويا ريت كل واحد يكتب لي في الكومنتات هو بيخاف من ايه بالظبط عشان نعرف البوجارد ده ممكن يظهر له على ايه. يعني الواحد بيخاف من بسلايه ممكن يقول انه بيخاف من بسلايه، ما يتكسفش، محدش هيتنمر على حد. المهم ان البروفيسور ار جي علمهم التعويذه اللي ممكن يصدوا بيها الكائن ده، وكمان لو استهنت بيه وحسسته انه مش مخيف وتافه قدامك بيختفي. واول طالب كان بيخاف من بروفيسور سنيب، وفات الكائن ده طلع له بشكل سنيب، وبعد كده طلع لروم بشكل عنكبوت اسود عملاق، انما هاري طلع له مهرج، لكن فجاه اتغير وتحول لشبح شبه اللي كان بيمتص روحه في بدايه الفيلم. والبروفيسور ار جي دافع عنه بسرعه، وبعد ما الدرس خلص المدرسه كلها اتقلبت، لان في واحده عايشه في لوحه من اللوح اختفت، واللوحه دي بتاعتها كانت مقطوعه، لكن دامبلدور عرف يوصلها، وكانت مستخبيه في لوحه تانية، وسالها مين اللي عمل فيكي كده، فقالت له سيريوس بلاك، وشفته بعيني في المدرسه وكان شكله مرعب جدا. ودامبلدور اول ما سمع الكلام ده امر بقفل كل مداخل ومخارج المدرسه، وجمع كل الطلاب في مكان واحد عشان يامنه. وتاني يوم هاري انضم الفرقه عشان يلعب مباراه الكويتشد، والمباراه كانت صعبه جدا لانها كانت وقت رياح قويه ومطر ورعد وبرق وحاجات كده، يعني ايه عصير. وهاري شاف السحابه اتشكلت على شكل ذئب شبه اللي كان شافه في الضلمه لما هرب من بيت خالته، وكمان شبه اللي شافه في قرايه الفنجان، وبعد كده شاف الكره الصغيره اللي هو لازم المفروض يمسكها، فبدا يطاردها بكل سرعته، لكن فجاه لقى الكائنات المرعبه دي بتطارده، وكانوا كتير جدا، وفي واحد منهم امتص روح هاري لكن هرب منه وفقد الوعي، فوقع من مكان عالي جدا. وبروفيسور دامبلدور عمل عليه تعويذه عشان يلحقه، وفعلا لحقه، لانه لما فاق في المستشفى كان في شويه خدوش بسيطه. ورون قال له للاسف المكنسه الطائره بتاعتك وقعت وراك كانت محروقه ومتكسره بالمنظر ده. وبعد ما هاري قدر يقوم تاني راح للبروفيسور ارجي وقال له انا عاوز اتعلم ازاي اقدر ادافع عن نفسي من المخلوقات دي، فوافق لان المخلوقات دي مهتمه قوي بهاري زياده عن اللزوم، وقال له هعلمك لكن بعد فتره الاجازه. والاثنين التوأم دول اصحاب هاري، وقالوا له احنا شايفين انك محتاج الخريطه دي اكتر مننا، وعشان كده هنديها لك، ودي بقى عباره عن خريطه حيه لمدرسه هوجريتس وفيها علامات رجلين لاي شخص ماشي، يعني اي حد هتكون ماشي في المدرسه دي انت هتعرف هو مين دوت ومكانه فين. وهاري استخدمها عشان يقدر يخرج من المدرسه بالممرات السريه، ولبس العبايه السحريه عشان محدش يقدر يشوفه، وراح يخوف اصحابه رون وهرموني، لكن بالصدفه لقى مالفوي واصحابه بيتنمروا عليهم، فعلم عليهم وفضل يضربهم بكور تلج، غير شويه اهانات من اللي قلبهم وقلب المشاهد وقلب اي حد يحبها، فخافوا عينك ما تشوف الا الجري. وبعد كده هاري ظهر لاصحابه، ولما الاجازه خلصت هاري راح للبروفيسور ارجي عشان يعلمه ازاي يدافع عن نفسه من المخلوقات دي، وارجي قال له على تعويذه واحده وقويه جدا والكائنات دي بتخاف منها، لكن لازم السحر اللي هيعملها يكون جواه ذكريات سعيده كتير وطاقه ايجابيه اكتر عشان يطلع التعويذه بكفاءه قويه جدا. وهاري قال له انه مستعد ينفذها، والبروفيسور طلع له كائن من الكائنات دي، لكن هاري فشل في انه ينفذها من اول مره صح، وحب يحاول مره تانية وفكر في ذكرى ليه تانية وكانت سعيده جدا، فنجح في التعويذه وعرف يحبس الكائن ده بنفسه. وبعد كده ارجي قال له كفايه كده ونكمل يوم تاني، وهاري راح لرون وهرموني، وشاف رون وكان متضايق جدا من هرموني، فسالها عن السبب، وهرموني قالت له اصل الفار بتاع رون ضاع، وبيتهم قطتي ان هي اللي كلته، كانت متضايقه منه جدا لانه بيتهم قطتها للتام الخطير ده. ومشي وهم مش طايقين بعض لحد ما راحوا لهاجريد وسالوه مجلس السحر حكم على الطائر اللي ضرب دراكو مالفوي بايه، وهاجريد كان حزين جدا وبيعيط وقال لهم حكموا على الطائر بالاعدام. وبالليل بيتر كان بيشوف خريطه المدرسه وشاف واحد فيها بيمشي بطريقه مريبه، وكمان الشخص ده المفروض انه كان ميت، فاستغرب ورعى عشان يشوفه، وكانوا هما الاثنين ماشيين في نفس الممر مع بعض، والشخص ده اول ما حس ان في حد قرب منه راح في اتجاه هاري بسرعه وفات من جنبه في الخريطه، لكن هاري ما عرفش يشوفه برضه وهرب. وفجاه بروفيسور سنيب ظهر من ورا هاري وساله انت بتعمل ايه هنا دلوقتي، وخد منه الخريطه اللي معاه، لكن هاري كان حولها لورقه عاديه. وبروفيسور ارجي وصل برضه، سنيب ساله ايه الورقه دي، لكن ارجي قال له دي مجرد ورقه، وخدها ورفض يسلمها ليه تاني، وكمان خد هاري معاه ومشي. وبعد كده قال لها انا ما اعرفش دي ازاي وصلت لك، لكن ما حسيتش يعني انها خطر، وكان المفروض تسلمها لاي مدرس بسرعه قبل ما تقع في سيريوس بلاك اللي كان ممكن يقدر يستخدمها عشان يحدد مكانك ويوصل لك بكل بساطه.
وبعد كده قال له انا مش هدافع عنك تاني وعاوزك ترجع لغرفتك دلوقتي، وانصحك ما تروحش في اي مكان تاني لاني هعرف. لكن هاري بوتر قال له اعتقد ان الخريطة دي مش شغالة صح، لاني شفت شخص انا عارف انه ميت كان ماشي في المدرسة ولما رحت عشان اشوفه ما لقيتهوش. وبروفيسور ارجي اتصدم وقال له ده مستحيل. وتاني يوم هاري وهو ماشي في المدرسة شاف قطعة سحرية واقعة فخدها عشان يرجعها لمكانها، ولما دخل المكان اللي هيحطها فيه شاف انعكاس لسادة الظلام فولدمورت. وبعد كده في مدرسة مسكت هاري واتكلمت بصوت فولدمورت وكان صوتها مرعب جدا وقالت سوف يعود الليلة، من خان اصدقائه وتعفن قلبه بالقتل سيتحرر الليلة، وفي دماء بريئة كتير هتضيع. وبعد كده المدرسة دي رجعت تاني لطبيعتها وهاري كان خايف جدا فسابها وهرب لحد ما وصل لرون وهرموني، وكانوا رايحين يشوفوا اعدام الطائر اللي ضرب مالفوي وكانوا زعلانين عليه جدا. وبالصدفة قابلوا مالفوي وهرموني كانت هتنتقم منه، لكن رون قال لها بلاش لانه ما يستاهلش تتعبي نفسك عليه، فنزلت العصاية ففرح وفضل يضحك عليها لكن ما لحقش يضحك قوي لانها طبقت له وشه، فخاف وهرب. وهاري خد اصحابه وراحوا بقى لهاجريد اللي اول ما شاف رون قال له خد لقيت الفار بتاعك، ورون فرح بيه جدا وهرمون قالت له يلا اعتذر لناو، لكن ما لحقش يعتذر لان في حجر ضرب هاري، وعشان ياخد باله يعني ان الوزير وصل ومعاه الشخص اللي هينفذ حكم الاعدام في الطائر، وعشان كده هاجريد طلعهم بسرعه من الباب الخلفي عشان محدش يعاقبهم لانهم بره المدرسه، وراحوا وقفوا في مكان عشان يشوفوا اللي بيحصل، لكن لقوا الشجر وراهم بيتحرك فخافوا وبعدوا عن الغابه عشان يشوفوا حكم الاعدام من بعيد، وكانوا حاسين بحزن كبير جدا عشان الطائر. وفي نفس الوقت الفار بتاع رون عضه في ايده فسابه والفار هرب، ورون حاول يروح وراه لحد ما مسكوا عند الشجره اللي كانت بتحاول تقتلهم وهم في العربيه في الجزء الثاني، وهاري قال لرون بسرعه يهرب لكن ما لحقش لان رون برضو قال له اهرب انت من اللي وراك، وكان وراه ذئب اسود مرعب وهجم عليهم، لكن ساب هاري وراح يمسك في رون وسحبه بكل قوته لحد ما خده تحت الشجره، وهو ما عرفش بصراحه هو ممكن يعمل فيه ايه تحت الشجره، انا طول عمري بسمع ورا مصنع الكراسي انما تحت الشجره دي اول جديده يعني اول مره اسمعها. المهم ان هاري وهرموني حاولوا يدخلوا وراه لكن الشجره هجمتهم وفضلت تضرب فيهم، وده لانها بتحاول تمنعهم من الدخول، لكن برضو عرفوا يدخلوا ولقوا انها عباره عن بيت وسلالم وليله جوه. ولما طلعوا لقوا رون وقال لهم ان كل ده كان فخ، والذئب ده في الحقيقه طلع سيريوس بلاك وبيقدر يتحول لذئب، وهاري اول ما شافه هجم عليه عشان عاوز يقتله، لكن ارجي وصل وعمل تعويذه وقع العصايه من ايد هاري، وده لانه صاحب سيريوس بلاك الروح بالروح، والكل اتصدم. وهرموني قالت له انت اكيد مستذئب عشان كده كنت بتغيب عن الحصص، لكن ما ردش عليها وادى سيريوس بلاك العصايه عشان يقتل هاري، لكن قبل ما يقتله بروفيسور سنيب وصل وعمل تعويذه وقع العصايه من ايده برضه، وقال لهاري يطلع من المكان عشان يحميه، لكن هاري خد العصايه بتاعت هرموني وضرب سنيب بيها، وطلب من ارجي يفسر له ازاي في شخص كان ميت ماشي في ممرات المدرسه، وارجي قال له الشخص ده مش ميت ولا حاجه وكل ده عايش في شكل فار وهو ده، وكان يقصد الفار بتاع رون وخده منه عشان يرجعه لشكله الطبيعي، لكن حاول يهرب منهم بسرعه بس برضه قفشوه ويعني ورجعوه لشكله الطبيعي وهددوه بالقتل لانه هو ده الشخص اللي سلم ابو وام هاري الفولدمورت في الليله اللي قتلهم فيها. وقبل ما يقتلوا هاري قال لهم لا احنا هناخده جوه المدرسه ونحقق معاه وبعد كده هنسيبه للاشباح هي يعني ايه اللي تاخده بقى. لكن اول ما خرجوا من تحت الشجره البروفيسور ارجي لقى ان الامر مكتمل فما قدرش يسيطر على نفسه وبدا يتحول لمستذئب فعلا، والبتاع ده استغل الفرصه ورجع تاني يتحول لفار وهرب، والمستذئب ضرب صاحبه سيريوس بلاك لانه لما بيتحول ما بيعرفش مين اصحابه او مين اعدائه، الكل بيكون عدوه. وبعد كده راح يقتل هاري واصحابه، لكن سيريوس بلاك اتحول لذئب عادي وهجم على المستذئب اللي هو صاحبه عشان يعطله، لكن المستذئب كان اقوى منه بكتير وكان خلاص هيقتله، لكن على اخر لحظه سمع صوت مستذئب تاني بيستدعيه فسابهم ومشي ورا الصوت وعشان يعني يروح يشوف مين اللي بيناديه ده. وهاري راح يطمن على سيريوس بلاك اللي بقى خلاص بيودع، ولقى ان في مجموعه كبيره جدا من الكائنات السوداء دي واقفه فوق راسه وبتسحب منه روحه بالبطيء، وهاري حاول يدافع عنه وعمل تعويذه الضوء لكن ما كانتش قويه كفايه، والكائنات دي بدات تمتص هاري هو كمان لانه بيدافع عن واحد مجرم، وامتص روح سيريوس بلاك خلاص لحد ما خلاص قرب يموت، وفجاه في ضوء قوي جدا وهي دي نفس التعويذه لكن واحد عملها بطريقه قويه طردت كل الكائنات دي من المكان، وهاري اغمى عليه ولما فاق لقى نفسه في المستشفى ودامبلدور راح يزوره، وهاري قال له حاول تمنع الكائنات دي من انها تقتل سيريوس بلاك لانهم قبضوا على الراجل الغلط، والمفروض ان الفار هو المتهم الوحيد في القضيه بتاعت موت ابويا وامي، وسيريوس بلاك ما كانش بيحاول يقتل هاري زي ما الكل كان متوقع، ودامبلدور قال لهم انتوا اللي لازم تساعدوا نفسكم، وعرفهم المكان اللي سيريوس بلاك محبوس فيه، وكمان لمح لهم انهم يقدروا يسافروا عبر الزمن وينقذوا الطائر اللي اتحكم عليه بالاعدام، وكمان ينقذوا سيريوس. وهرمونيا حطت الجهاز اللي معاها في رقبتها ده على هاري واستخدمته عشان ترجع بيه بالزمن فعلا، والزمن فضل يرجع من جنبهم للوقت اللي قبل اعدام الطائر، وهاري ما كانش فاهم اي حاجه، وهرمونيا قالت له دي آلة زمن الاستاذه ماجونيجال هي اللي اديتها لي في اول سنه وبسببها كنت بقدر احضر كل الدروس اللي بتفوتني. وهاري لما فهم اللي بيحصل راحوا بسرعه عشان يحرروا الطائر، وطبعا كان هاري لسه جوه عند هاجريد، وفي الوقت ده كان اتضرب بحجر في راسه
وطلعت هرمون المستقبلية هي اللي ضربته، ولما خرجوا من الكوخ حسوا ان الشجرة اللي وراهم بتتحرك. وطبعا طلع ان هاري وهرمون اللي من المستقبل هم اللي حركوها برضو، وهاري اللي من المستقبل راح بسرعة حرر الطائر اللي المفروض هيتعدم، وده بعد ما وزير السحر كان شافه موجود اصلا، فمش هيقدروا يتهموا هاجريد ان هو اللي حرر الطائر، لان اصلا هاري وهرمون اللي من المستقبل اتعمدوا ان وزير السحر ما يتهمش هاجريد ان هو اللي حرر الطائر، فسابوهم يشوفوه الاول موجود عادي وبعد كده حرروه. ولما هربوا بيه سابوه في الغابة وراحوا يشوفوا اللي حصل عند الشجرة، وكانوا بيراقبوا من بعيد كل اللي بيحصل. ولو تفتكروا ان قلتلكوا ان المستذئب سمع صوت مستذئب تاني فسابهم وراح يشوف الصوت ده. الصوت ده بقى طلعت ان هرموني هي اللي عملته، عشان كانت عاوزة تنقذ هاري اللي مش من المستقبل. ولما المستذئب راح لها بدأت تجري منه، وكانت مرعوبة هي وهاري لحد ما بقى خلاص قريب منهم، وهم حاولوا يهربوا منه لكن اكتشفوا انهم بقوا في وشه، كان هيقتلهم لكن الطائر هو اللي وقف قدامه فضربه انقذهم. وهاري اللي من المستقبل شاف كائنات الظلام دي رايحة كتير ناحية سيريوس بلاك، فراح لهم بسرعة وشاف الكائنات دي وهي عمالة بتمص في روحه هو وسيريوس بلاك مع بعض، فعرف ان هو اللي كان عمل التعويذة اللي ضوها قوي جدا دي، ورجع تاني عملها وكانت قوية جدا وطردت كل الكائنات دي وانقذ نفسه سيريوس بلاك. وبعد كده رجع خد الطائر وراحوا بير البرج اللي سيريوس بلاك محبوس فيه وحرروه وخدوه معاهم وهربوا. وهاري قعد مع سيريوس بلاك وقال له الكل حذرني منك مع انك بريء، وسيريوس قال له اهم حاجة ان انت عارف اني بريء، وكمان يوم ما انت اتولدت ابوك خلاني الاب الروحي ليك. وبعد كده راح خد الطائر عشان يهرب بيه. وبعد ما هرب هاري وهرموني رجعوا تاني بسرعة عشان يكونوا في مكانهم الطبيعي عشان يرجعوا تاني للزمن بتاعهم. وقبل ما يدخلوا الرون لقوا دامبلدور في وشهم، وهاري قال له نفذنا المهمة، لكن دامبلدور عمل نفسه عبيط وقال لهم انتوا بتقولوا ايه وسابهم ومشي. واول ما دخلوا على رون هما الاثنين اختفوا من الغرفة، ورون اتصدم وقال لهم انتوا ازاي دخلتوا من الباب مع انكم انتوا الاثنين كنتوا واقفين في وشي دلوقتي وكنت بكلمكم كمان، فضحكوا عليه. وتاني يوم هاري لقى البروفيسور ارجي المستذئب بيلم شنطته لانه ناوي يسيب المدرسة، وكمان رجع خريطة المدرسة لهاري والتاني وقال له اظن ان دي تخصك ومشي. وهاري لما راح لقاعة الراحة لقى كل الطلاب مستنياه، وده لانه جاي له هدية، والهدية دي تبقى احدث مكنسة طائرة في السوق والاسرع في العالم، وكمان كان معاها ريشة من الطائر، فعرف ان سيريوس بلاك هو اللي باعتها ليه وخدها وهو فرحان جدا عشان يجربها، وكانت سريعة جدا لدرجة انه ما قدرش يتحكم فيها ببساطة. وطبعا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس واللايك الجميل.